بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي الزهراء محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وعنوان هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام الأمراض النفسية، وتحديدا مرض الوسواس. أجارنا الله وإياكم من جميع الأمراض إن شاء الله ببركة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياكم الله سماحة الشيخ. الله يبارك فيكم إن شاء الله، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الكثير والكثير سماحة الشيخ ممن ابتلى بهذا المرض، مرض الوسواس، طبعا هو يعني من الأمراض التي يصعب حقيقة أنه يعني العلاج، لأنه ماكو يعني ما جاء نشوف أنه أكو مطب مثل الأمراض الثانية أنه هذا موجود للشفاء من مرض الوسواس. ما هي علة مرض الوسواس سماحة الشيخ؟ نعم، إذا عرفنا العلة حتى لا نقع بهذا المرض، ولهذا دائما نبدأ بعلة المرض حتى نجتنب العلل لكي لا نقع في قضية الوسواس. إن شاء الله الوقاية خير من العلاج. نعم. الآن لهذا أهل البيت يؤكدون هذا الجانب. هناك علل مختلفة يعني في روايات أهل البيت عليهم السلام في قضية الوسواس. بعض العلل إما هو الشيطان أو الجن. نعم. ولدينا أدلته في هذا أدلته في هذا الباب. لذا عندما تأتي إلى أن الشيطان أو الجن مثلا بتعبير أنه يسبب الوسواس، جاء في الكافي مجلد الأول قال بعض الرواة: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه، رجلا مبتلى بالوضوء. يعني هذا الشايف بعض الناس يبتلي بالوضوء كل ساعة، يعني كل ساعة شوفه يتوضأ. صحيح. شوفه أنه ممكن الوضوء اللي ياخذ مجال 3 دقائق 4 دقائق نهاية، هذا ممكن نص ساعة. أنا رأيت بأمي عيني أن بعض الناس نصف ساعة يوقف حتى يتوضأ. لا إله. وهذا سبب، هذا نوع من المرض. يقول هذا الراوي يقول ذكرت رجل مبتلي بوضوءه، يعني بوسواس عنده. نعم. كثرة تكرر الوضوء. نعم. والصلاة، بالصلاة كثير ما صلاة 10 دقائق هذا الرجل من شقد ما يكررها 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 يسوي ساعة الزمان. فقهيا يسمونه كثير الشك. أي كثير الشك. لا. نعم. بعد خرج هذا عن كثير الشك. نعم. إنما وقع في قضية بعد نعبر عليه بالوسواس. نعم. وقلت هو رجل عاقل، قلت الإمام هذا مبتلي بوضوءه ومبتلي بصلاته وهو رجل عاقل، يعني صاحب عقل، صاحب إنسان مؤمن طيب كذا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي عقل له؟ يعني إذا هو مبتلي بوضوءه ومبتلي بصلاته، وأي عقل له وهو يطيع الشيطان. الله. هذا اللي هنا إشارة أقول أن أحد علل الوسواس هو الشيطان. صحيح. إطاعة الشيطان يسبب أن الإنسان يكرر. فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ شلون يعني يطيع الشيطان؟ فقال: سأله هو بنفسه، هذا اللي مبتلي في قضية الوسواس، يقول سأله، سأله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ هذا اللي جاي وتكرار وكل ساعة يعود صلاته من أين؟ هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان. يعني هو بنفسه يعرف صاحب الوسواس حينما يكرر وضوءه، يكرر صلاته، يكرر بعض الألفاظ، يكرر الغسل. يعني تشوف أن غسل واجب عليه 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة الإنسان يغتسل ويطلع. بالله عليك أكو جماعة يوجد يقول لك كنت أوقف على رأسي على ما أنا أغتسل. لا لا لا. وإلا إذا تخليه بوحده شوف ساعتين ثلاث وهو مشغول في الغسل أو مشغول في الوضوء، كون توقف على رأسه. ولهذا هذا هو من عمل الشيطان. نعم. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون أن هذا هو من عمل الشيطان، وهو صاحب الوسوسة يعرف إذا سألته من أين هذا، من الله؟ يقول لك لا، هذا ليس من الله، إنما هذا هو من الشيطان. فإذا هو صاحب الوسوسة يعرف. أحد علل الوسوسة هي قضية الشيطان.
الشيطان يقص على الإنسان ويكرر يكرر، وإذا شوف العبادة مالته باطلة في باطلة في باطلة. نعم صحيح. لهذا الوسوسة لا تختصر على الوضوء والصلاة. نعم. ممكن واحد يقول بويا الوسوسة يعني بس بالصلاة والوضوء، نقول لا، إنما الوسوسة بل هي حالة شك. إذا اجت حالة الشك وكثر الشك وإلحاح على أي أمر كان، أي أمر، إذا الإنسان مما يخرج على عن المتعارف يقولوا له هذا وسواس. مثلا كالتنظيف الزائد عن الحد. بعض أكثر ما يبتلي بقضية الوسواس النساء، هذا اللي كثير التنظيف، يعني خرج عن حد المتعارف وله حالة من الوسوسة في قضية التنظيف. نعم. هذا هم يقولوا له وسواس، وقضية بس صلاة وقضية وضوء وقضية تطهير. صحيح. حتى في قضية هذا اللي عنده إلحاح يشوفه أنه نظف هذا المكان، بمجرد أن واحد يجي خلى إيده على هذا المكان ردود بدأ التنظيف. تنظيف. هذا يقولوا له حالة الوسواس. مثلا الشك في إغلاق الباب أو إطفاء النار، شايف بعض الناس أنا غلقت الباب، لو ما لا كل ساعة يروح يشيك الباب. صح. مغلق أم لا، طفى النار أم لا، كل ساعة يروح يشيك القضية، هذا هم نوع من حالة الوسواس. وعند غلبة الأوهام، هذا اللي دائما توهماته تزيد عنده، كذلك نعبر عليه أنه قد ابتلى في قضية الوسواس. أو كثرة الشك بالآخرين، شايف أن بعض النساء عندهم شك برجالهم. نعم. يعني أن هذا الرجل وين يروح وين يجي، تتصل عليه ما تجاوب كذا، هذا هم يقولوا له نوع من حالة الوسواس. إذا تستمر هالحالة يوصل إلى حالة أمراض نفسية، حتى أن عندما تذهب إلى الطب الحديث إذا يجي لهم يراجعهم واحد مثل هذا مثلا ابتلي أو امرأة تراجعهم، النهاية أنهم يعالجون بقضية الحبوب، لأن ازدياد الهرمونات في الجسم، هذا هرمونات اللي تؤثر على توهم الإنسان، يتوهم الإنسان كثير التفكير والتوهم، هذا ينطون بعض الحبوب حتى نوع من التسكين يصل، لأن هذا شعبة من الجنون. صح. ولهذا نقول أي عمل يصحبه الشك، كثير الشك، يعني يخرج عن حالة المتعارفة فهو من الوسواس. صحيح. هذه حالة الأولى، يعني أحد علل الوسواس قضية الشيطان. نعم. وهو صاحب الوسوسة يعرف، إذا تسأله يقول هذا من الشيطان. والدليل على ذلك سماحة الشيخ عفوا. نعم. سورة الناس. نعم. يعني اللي موجودة بالقرآن، يوسوس في صدور الناس. نعم. نعم، هذا الوسوسة موجودة، والقرآن الكريم يشهد على هذا المعنى، والشيطان يوسوس للإنسان، فنقول أحد علل الوسوسة قضية الشيطان. ثانياً، العلة الثانية لقضية الوسواس قضية هي غلبة المرة السوداء، يعني الوسواس هو عامل يأتي من البرودة، هذا اللي أهل البيت ينطون القاعدة العامة، نعالج ماذا؟ الحار بالبارد والبارد بالحار. يعني عندما نأتي إلى مرض الوسواس شنعبر عليه؟ مرض حار لو مرض بارد نقول هذا مرض بارد، يجي من كثرة استخدام الأطعمة الباردة، يعني إذا الإنسان يقوم يكثر بالأطعمة الباردة ويقلل من الأطعمة الحارة ممكن يصير أراضية عنده للابتلاء بقضية الوسواس. سماحة الشيخ فقط للتوضيح. نعم. بارك الله بكم، خلي نوضح قضية الأطعمة الباردة ولو فد نماذج مبسطة. نعم. بما أنه هنا أخير حلقات إن شاء الله. نعم. نماذج مبسطة عن الأطعمة الباردة مثلا على مود المشاهد يجتنب. نعم. والأطعمة الحارة يعني. نعم. فد نماذج بارك الله بكم. مثلا نماذج من الأطعمة الباردة الروبة. نعم. اللبن اللي عندك، التمن، طبيعة هذه الأطعمة هي أطعمة باردة. نعم. يعني حينما الإنسان يصرف هذه الأطعمة، يأكل هذه الأطعمة، بدل يزداد نشاط يزداد خمول ونوع من الكسالة. نعم. هاي يدل على أن هذا الطعام بارد. بارد. بينما إذا الإنسان يجي إلى الفلفل أنه يزيد الإنسان نوع من النشاط، يجي إلى العسل يزيد الإنسان نوع من النشاط. نعم. يجي إلى التمر يزيد الإنسان نوع من النشاط، هذه إذا زادت الإنسان نشاطا فهو من الأطعمة الحارة، لكن إذا زادت الإنسان كسالة وخمول وتفكير زائد وأوهام على الإنسان، مثل السمك وهو من الأطعمة الباردة والرطبة، ازدياد استخدام السمك تظهر عليك آلام البرودة، يعني بمجرد تنصاب ببرد شوف أن مفاصلك تقوم توجع، أول مكان اللي يحس الإنسان من بعد كثرة أكل السمك قضية المفاصل. فإذا حينما نقول الأطعمة الحارة والباردة، الإنسان من هذا اللحاظ يقدر بهذه العلامة، إذا زاد نشاط وتحرك وعدم الكسالة فهذا طعام حار. نعم. وإذا لا زاد الإنسان خمول وكسالة هذا طعام شنو هو؟
بارد. نعم. فإذا هذه النماذج. بارك الله. الآن حينما نقول المرة السوداء يعني بارد وجاف، إذا البرودة والجفاف زادت بالإنسان هذا يسبب يعني يصير عنده أرضية لقضية مرض الوسواس. الآن تتجي شنو علامة أن ازدادت عندي قضية السوداء في البدن؟ أولا تجي له شوفه تراكم الأفكار يتراكم عليه، يعني إذا يخلي رأسه على الوسادة تجي لأفكار لا إراديا من كثر توهمات وأفكار، يفكر في قضايا ما هو ما يريد يفكر بهن، لكن تتراكم على فكرة. هذا يقولوا له قاعد ازدادت عند قضية السوداء يعني البرودة والجفاف. أو مثلا تجي إلى حالة الجسدية اللي عنده اليبوسة، يعني بطنه ما بيها استطلاق، ما بيها تحرك، باعتبار ما تمشي بطنه بتعبيرنا، ما عنده دفع للمدفوع جلكم الله، فإن هذا علامة ازدياد السوداء، المرة السوداء يعني البرودة والجفاف. تجي إلى الفزع، شوف أنه يفزع بالنوم، هذا علامة ازدياد البرودة. حتى الأطفال اللي يفزعون بالنوم هسه اما جانب الجن واما جانب الاكل البارد، استخدامهم للاكل البارد يخليهم يفزعون في النوم، حتى الكبار يفزع في النوم، هذه علامه ازدياد المره السوداء يعني البروده والجفاف. او تجي له قسوه، حتى قسوه دمعته ما تجي، هذا علامه شنو؟ ازدياد البروده عند الانسان. ولذا ترى الرجل الحار له حنان اكثر، له عطف اكثر، لكن الرجل البارد حنانه اقل، وهذا ما نشاهده في كثير من الناس. اللي عنده حراره ونشاط شوف عنده فرد محنه خاصه، واللي عنده خمول وبروده في جسده فتراه انه رجل ماذا؟ حنانه اقل. وتجي بعد حالات اخلاقيه قضيه البخل. الكريم معمولا الانسان اللي يكون حار، ولهذا تراه كريم النفس، لكن إذا ازدادت على الإنسان البرودة فيكون مانع للخير، يكون نوع من البخل، ما كان بخيل لكن مدة ازداد عليه البخل لا إراديا. ولهذا نحن عندما نقول لا إراديا يعني من حيث الطبي، ولا الإنسان لابد أن يعود نفسه من حيث الخلقيات أكثر على الكرم حتى لا تضيع عند هذه الخلقيات. فإذا عندما نأتي إلى قضية ازدياد الوسواس عند الإنسان يعني ازدياد البرودة والجفاف عند الإنسان، إما عامل الشيطان يوسوس في صدور الناس، وإما عامل ماذا؟ ازدياد البرودة يعني المرة السوداء في جسد الإنسان تسبب قضية الوسواس. بارك الله نعم. بكم أحسنتم سماع الشيخ. طبعا الوسواس وما أدراك ما الوسواس. نعم. سماحة الشيخ بدقيقتين لو سمحتم يعني قبل الفاصل إن شاء الله، هل توجد علائم لمرض الوسواس؟ يعني اللي يصاب بهذا المرض نعم يعرف نفسه، ولو دقيقتين إن شاء الله بعد الفاصل نكمل. نعم. الآن بالنسبة للعلائم اللي كل واحد ممكن يقدر يشخصهن، قضية أكل الطين، يعني أن صاحب الوسواس يميل إلى أكل الطين. نعم. إحنا عندما نأتي إلى بحسب التجارب رأينا أن الذي يقبل على أكل الطين هذا عنده فقر في دمه، يعني نسبة الحديد في البدن تكون قليلة، لا إراديا يميل إلى قضية أكل الطين، وهذه علائم من علائم الوسواس كما وردت في روايات أهل البيت. يعني هاي الأرضية شوي شوي قاعد تبين آثار الوسوسة في قلبه من خلال أكله للطين. حتى احنا نقول عندما نأتي إلى هؤلاء الذين ابتلوا بالبرودة والجفاف غالبا ما رأيناهم لهم فقر دم، لهم الفقر في الدم، ولهذا أكل الطين أحد علائم الوسواس. أحسنتم سماحة الشيخ. راح نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل ونكمل إن شاء الله حديثكم الشيق. إن شاء الله. أحبائي المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. الله يحفظكم وإن شاء الله خدمتكم. تحدثنا قبل الفاصل سماحة الشيخ عن العلائم
لمرض الوسواس. يا حبة ذروة تكملون بارك نعم. الله بكم. فقلنا أحد العلائم كما قلنا قبل الفاصل نعم. قضية أكل الطين، هذه علامة من علام أن الرجل أو الإمرأة على وشك الابتلاء بالوسواس، أو أنها قد ابتلت فلان مرأة أو فلان رجل قد ابتلى بقضية الوسواس. ثاني العلامة فت الطين، كأنما إشارة إلى أن شخص يلعب بالطين كثير ويحب يميل إلى أن يفت الطين كذا، الآن في الدقة أن بالضبط أن كيف يفت الطين، هذه موجود بنص العبارة الرواية التي وردت عن أمة أهل البيت، ممكن إشارة إلى أن يحب أن يلعب في الطين كثير مع أنه سنه لا يقتضي هذا العمل، ممكن أطفال ذاك طفل بالنسبة أن رجل أو امرأة تحب أن تلعب بالطين أو تفت الطين، هذا يقال عند أهل البيت أنه علامة من علائم الوسواس. ثالثا تقليم الأظافر بالأسنان، وهذا ما رأيناه كرارا ومرارا عند الرجال وعند النساء وعند الأطفال، شوفوا أنه دائما يقلم أظفاره بيش بأسنانه نعم. هذا يدل على أن عنده فرد عقدة نفسية، عنده وسواس، أي عنده نوع من الوسواس. إذا يديم هذا العمل، مداومة على هذا العمل، قطعا ويقينا أن يوم من الأيام يبتلي بقضية الوسواس. مثلا لهذا تشوف الطفل من زقرة شوفه أنه يقلم أظفاره بيش بأسنانه، هذا إذا تخليه على الحالة زيادة على أن يبتلي بأمراض بالمصران، لأن الظفر جدا مضر لمصران الطفل، لهذا زيادة على الأمراض المستعصية ممكن باعتبار أن الجراثيم والميكروبات تكون تحت الأظافر، وأمراض ممكن تجي له، كذلك أن عند استعداد وأراضية بالمستقبل يبتلي بمرض الوسواس نستجير بالله. فإذا العلامة الثالثة كانت تقليم الأظافر بالأسنان. الرابعة وهي عند الرجال غالبا هي قضية أكل اللحية. نعم. شلون يعني يأكل لحيته؟ هذا دائما يشيل من لحيته ويخليها بحلقة يأكل، يعني هذا باعتبار يلعب بلحيته نعم. وهاي هي من علائم الوسواس، وممكن يبلي الإنسان بقضية مرض الوسواس نستجير بالله. ولذا عن الإمام الكاظم عليه السلام اللي جمع هاي العلائم الأربعة في هذه الرواية قال: أربعة من الوسواس: أكل الطين بعد، وفت الطين، وتقليم الأظافر بالأسنان، وأكل اللحية، أن الإنسان يعبث في لحيته، وهذا هو علائم من علائم الوسواس. وبعد الخامس التمني، التمني يعني كثير ما تزداد أمنيات المبتلى بمرض الوسواس، يعني يتمنى أن يفعل كذا وكذا، وهذا حتى يريد يخلي رأسه على الوسادة من كثر ما يتمنى التمني، هذا ينسى الله، ينسى أهل البيت عليهم السلام. هنا الشيطان أكثر يتراكم على الإنسان الذي يوسوس في صدور الناس، والتمني هو نوع من الوسوسة التي تأتي من قبل الشيطان. ولذا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن التمني عمل الوسوسة. الإنسان يزداد بالتمني، أحب سيارة، أحب بيت، أحب كذا، يتمنى بينما لا يرضى بالذي قسمه الله تبارك وتعالى له. هذا التمني هو علامة من علائم الوسواس، أو لربما يجر الإنسان أن يقع بالوسواس. فإذا نحذر المشاهد الكريم من كثرة التمني. ولذا قال: إن التمني عمل الوسوسة، وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين. هسه بإشارة إلى العلامة الأولى في قضية أكل الطين، أكثر مصائد الشيطان في قضية الوسوسة أن يأكل الإنسان الطين. هذا لهذا نؤكد على قضية الأكل الطين بالنسبة بالأخص عند الأطفال، ممكن الآباء يخلي يلتفتون للقضية بأن أكل الطين عند الطفل يعني نسبة الحديد في البدن قليلة، في الدم قليلة، فإذا كون يراجعون طبيب أو يستخدمون بعض العلاجات لازدياد الدم، وأفضل شيء أن تستخدم العسل، الحبة السوداء، تنطي الكراف هو جدا نافع لازدياد الدم، التين، هذه كلها الأمور تزيد نسبة الحديد في البدن الإنسان. بعد من جملة الأمور التي هي من علائم الوسواس قضية كثرة السهو وكثرة الشك وكثرة الدقة، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، هذا اللي يدقق كثرة، يعني دقة غير متعارفة، شك غير متعارف،
يعني أنه يؤكد على مسألة غير متعارف، فهذا هذه علامة من علائم الوسواس. من علائم الوسواس قضية حديث النفس. نعم. شوفوا أن الوسواس دائما يحكي روحه عنده حديث نفس، حتى تشوفه بالشارع قاعد يمشي قاعد يخاطب نفسه، لما تفعل كذا، لما هو قاعد يخاطب صحيح. نفسه، وهذا من علائم الوسواس. ولهذا نؤكد على إذا أحد عنده حديث النفس مع نفسه بسرعة يبادر إلى العلاج، حتى لا تزداد هذه الحالة النفسية إلى أن ينجر الإنسان. بالله عليك، رأيت من النساء والرجال قد ابتلوا بهذا المرض بحيث لونهم تغير، يعني أوضاعهم تغيرت كل من هذا المرض، يطول بالحمام، وقع الطلاق بسبب هذا المرض، طلاق لأن الرجل ما يتحمل، يوميا يجي المرأة مشغولة بس بالغسيل من الصبح، بالله عليك حتى أعرف من المؤمنين من الصبح إلى الليل فقط مشغولة بالغسل. صحيح. دائما إذا مسك الريال مكان قالت هذا هنا بعد ما هو طاهر، قامت غسلته. طفل قاعد هنا قالت هذا مكان غير طاهر، بدأت تغسل. ما أعرف، ما أدري، الآن شيء وقع، شالت الفراش كله قامت تغسله. وهذا مرض خطير 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 جدا على العائلة. هاي الأطفال يبتلون بأمراض نفسية، الزوج يبتلي بمرض نفسي، وبالنهاية يوصل إلى الطلاق، ورأينا هذا الأمر بأمي أعيننا. أنا شاهدت سماع الشيخ في بعض البيوت، يعني حتى قضية الوضوء، يعني مثلا الرجل أو المرأة متوضية، هناك بعض يعني المنقضات للوضوء معروفة فقهية، يعني المرأة تشك أنه وضوءها بطل. فأنا نصحته، يعني أحد الأصدقاء قلت له من الأفضل أنه تكتب المنقضات للوضوء يعني أحسن وتعلقها بالبيت على ود لا تبتلون، لأن القضية هذا شوية شوية تجي شوية الشيطان شوية شوية خنات وشوف شوية وإذا الإنسان يبتلي بقضية الوسواس. بارك الله بكم سماحة الشيخ. أيضا قضية جدا مهمة قضية أكل الطين. أي نعم، أكل الطين. ننوه سماحة الشيخ أنه في تربة الإمام الحسين هناك استثناء وشفاء، تربة سيد الشهداء. أي ذاك هم في تربة الإمام الحسين سلام الله عليه استثناء بمقدار الحمصة أو أقل من الحمصة، وذلك لأجل الاستشفاء فقط، وإلا أكثر من الحمصة كأنما كما ورد عن أمة أهل البيت كأنما أكل من لحومنا. لا يجوزون هذا المعنى. الأكل الطين بصورة عامة هو حرام، أكل الطين من المحرمات أكل الطين، لكن استثناء في تربة الحسين وبمقدار حمصة ولأجل الاستشفاء، وكذلك أن يحل هذه التربة في الماء، ويشرب. هذا محدد القضية، مو على الدوام الإنسان يجي ويأكل من التراب ويأكل، هذا لا، ممنوع. عند أهل البيت عليهم السلام. بارك الله بكم سماحة الشيخ، حسنتم طيب الله فاسم. الله يحفظك. نأتي إلى قضية العلاج. العلاج ما أنه لكل داء دواء إن شاء الله. العلاج ببركة أهل البيت سلام الله عليهم قطعا ويقينا، الشفاء بيد الله ويحتاج إلى السبب، وخير الأسباب التي جاءت من قبل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الآن نحن عندما نأتي إلى العلاجات للوسوسة، هناك أربع أقسام من العلاجات موجودة. أربعة. أولا الأدعية والأذكار، موجودة أدعية وأذكار، بالأخص اللي الأدعية والأذكار تنفع الذي جاء الوسواس من قبل الشيطان، هذه الأدعية والأذكار تنفع الإنسان. بعض الأطعمة والأدوية موجودة، هذا هم نوع علاج ثاني. ثالثا العلاج النفسي، هم أكو بعض العلاجات النفسية اللي واردة من قبل أهل البيت عليهم السلام. ورابعا إنجاز بعض الأعمال، يستخدم بعض الأعمال اللي الآن أنا على السرعة باعتبار مجال ماكو على السرعة. أولا أما الأدعية والأذكار، أولا الاستعاذة، كل ما تجي لك هالحالة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا كل ما جاء لك قضية حالة الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد ذكر لا إله إلا الله جاء في الكافي عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسوسة وإن كثرت فقال لا شيء فيها، ما عليك، تقول لا إله إلا الله
ثم بعد من الأذكار ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، جاء في أمال الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن آدم شكى إلى الله عز وجل ما يلقى من حديث النفس. يشوف صار عنده نوع من حديث النفس. هو بيختلف آدم سلام الله عليه وهو في حالة من العصمة، كلام في حالة من العصمة، ذاك يختلف آدم عليه الصلاة والسلام. الآن اشتكى فنزل عليه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا آدم يا آدم قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فقالها فذهب عنه الوسوسة والحزن. حال هذا الحديث حديث النفس اللي صارت وياه، يعني ذاك يختلف حديث نفس آدم سلام الله عليه، حديث نفس آدم عليه السلام تختلف عن حديث الذي يقع من جانبنا، لأن ذاك معصوم وإحنا غير معصومين. الخامسة رابعا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جاء في مستدرك عن ابن عباس أنه شكى إلى رسول الله بعضهم الوسوسة فقال: إذا وجدت في قلبك شيئا فقل هذا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا هم ذكر لدفع الوسوسة. ذكر آخر عن أبي عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله لقيت من وسوسة صدري شدة وأنا رجل معيل. يعني شقد ما هاي الوسوسة مأذيتني، كثرة حديث نفس، ما أعرف غسل زايد عنده، بالوضوء شك زيادة عنده. قال: مدين محوج. فقال له: كرر هذه الكلمات. شنو هاي الكلمات؟ توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال: فلم يلبث الرجل أن عاد إليه فقال: يا رسول الله أذهب الله عني وسوسة صدري، ما شاء الله، وقضى ديني ووسع رزقي. يعني هم شان قضاء الدين، هم شان توسعة الرزق، وهم شان إذهاب الوسوسة عن الصدر. الآن حينما نأتي إلى بعض الأطعمة والأدوية في هذا الباب، حينما نأتي إلى قضية الأطعمة نرى من الأمور النافعة في هذا الباب. قلنا أن طبيعة الوسوسة شنو طبيعتها؟ باردة. طبيعتها باردة، يعني عليك بالمأكولات عليك بالمأكولات الحارة. نعم. الآن بالنص ما ورد عن أئمة أهل البيت في قضية المأكولات، أولا الرمان. الرمان جدا 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 نافع لقضية الوسواس. يعني 40 يوم إذا الإنسان يستمر، هذا اللي مبتلي بالوسواس، هذا المرض النفسي، هذا المرض الخبيث، من خلال أكله للرمان يرتفع عنده، ترتفع عنده حالة الوسواس. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل حبة من الرمان أمرضت شيطان الوسوسة 40 يوما. ما شاء الله، هاي الشيطان اللي قاعد يسبب لك الوسوسة. هسا إما هنا إشارة ممكن إلى الشيطان، قضية الميكروبات أو الجراثيم أو بعض العوارض التي تأتي من قبل الميكروبات والجراثيم. صحيح. ممكن إشارة إلى هذا المعنى باعتبار أنه أكل وطعام، وممكن هم إشارة إلى ذاك الشيطان الذي يسبب للإنسان الوسوسة. وفي رواية أخرى عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: عليكم الرمان فإنه ليس من حبة تقع في المعدة إلا أنارت وأطفأت شيطان الوسوسة. ما شاء الله، يعني هل قد نأكد على قضية الرمان. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله: عليكم بالرمان فإنه ما من حبة رمان تقع في معدة إلا أنارت وأطارت شيطان الوسوسة. لهذا نؤكد على أكل الرمان. لكن إن الرمان بنحو العموم نافع لدفع الشيطان الوسوسة، وتزداد هذه الخصوصية في الأمور التالية. شنو هاي الأمور التالية؟ أولا الحب الشاذ. يعني شنو الحب الشاذ؟ يعني إحنا نريد نقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رمان إلا وفيه حبة من الجنة.
منين تعرف هسه هاي الحبة من الجنة؟ لا تعرف. ولهذا إذا يريد واحد يأكل الرمانة يأكلها بوحده، لا يشرك أحد في الرمانة الذي مشغول في قضية أكلها. لهذا نقول الحب الشاذ يأكلها بصورة كاملة بوحده، بعد أكل الرمان بأكملها، وبعد أكله على الريق، أكله يوم الجمعة. جدا نؤكد على هذا الرمان الحلو مو الحامض، الرمان الحلو هو النافع. أكو دواء شافية، العلاج النفسي، المخالفة، وما أعرف ذكر الموت والآخرة، هاي علاجات نفسية، دواء دوام المراقبة على النفس، إنجاز بعض الأمور مثل الصوم، مثل قضية المواظبة على المسواك، برمجة الحياة والاهتمام بأوقات الصلاة، غسل الرأس بالسدر، هو يدفع الوسوسة عن الإنسان. أحسنت، بارك الله بكم سماحة الشيخ. وقتنا انتهى للأسف، جزاكم الله خير جزاء في ميزان حسناتكم إن شاء الله. سماحة الشيخ أحمد دريس الحسائي، شكرا جزيلا. الله يحفظك وأيدك إن شاء الله بخدمتكم عزيزي خادم حسين، بارك الله. نعم أحبائي المشاهدين، نذكر في الصفحة الموجودة على الفيسبوك إن شاء الله باسم خادمكم الرادود والإعلامي حسين الأميري، لأي آراء أو استفسارات أو أسئلة نحن في خدمتكم إن شاء الله، نرد على أسئلتكم بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. تقبلوا تحياتي حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحسنتم شيخ.